رغم دخان الدمار والقصف الذي يغطي مناطق سوريا، لكن رائحة الحياة لا تغيب وإن بدت في أصعب مراحلها. هنا ريف اللاذقية، هذا المطعم هو الوحيد الذي يعمل في مناطق الريف، لم ينقطع عن تقديم وجبات المشويات السورية لزبائنه. نحن هاي شغلتنا، لو منخاف ما اشتغلنا رزق ومنا نستعر فيها ناكل، يعني منا نعيش هون، خلقنا هون منموت هون، قلنا عمر منضل، من نصيب الموت الله يطعمنا الشهادة إن شاء الله. عبد الله يقول إن الحفاظ على استمرارية عمل مطعمه أمر غاية في التعقيد في الظروف الحالية. نزل برميل بعد المحل هون شي 100 متر برميل، كسر عندي شي 50 لوح بلور، كهرباء ما في، خبز غالي، مازوت غالي، السبب إنه كله غالي، كله بدك تصنعه على إيدك. كان بالأول مثلا فرن في كهرباء تجي، ما كنت يعني كنت توفر على حالك شوي، هلا كله مشترى. زبائن المطعم خليط من الثوار والناس العاديين، لكنك تلحظ بالتأكيد غياب العائلات في ظل خطورة التنقل في الشوارع. طبعا واحد بيحب يطلع يتفسح وياكل، بس الاكل المدام كمان كويس، يعني ما هو انه مو كويس، الحمد لله. حتى بالبيت يعني في اريحيه، لو ما انه هالطيران اللي عم يبعثوا لنا ما ناكلين همشي خالص. اذا بالنسبه لعبد الله ورفاقه فان اراده التحدي في الاستمرار في الحياه تنتصر على الدمار واجواء الرعب والخوف هنا. فريف محافظه اللاذقيه دائم التعرض لهجمات وقصف جيش النظام السوري من البر والجو. في منطقة غير بعيدة عن مطعم عبد الله، هكذا حولت قذائف المدفعية وصواريخ الطائرات الحربية التابعة للنظام هذا المجمع من المطاعم والمرافق التي كانت تمثل شريان الحياة في ريف اللاذقية. قصف سلب الحياة وشرد أهالي المنطقة إلا القليل الذين يعيشون على ذكريات الماضي. وهذا المطعم لعمي والبعده لعمي، بسبب بشار الأسد صارت هيك، تحولت لخراب، يعني بيوتنا محلاتنا كلها تحولت لخراب، ما تم عنا شيء نعتاش منه بالأحرى، يعني بالأخير ما تم عنا شيء ناكل منه، ما خلانا شيء بالمرة. هي إذن صورة ريف اللاذقية تشكي الظلم والقهر، لكن رغم ذلك فإن عجلة الحياة تستمر نحو غد، علّه يكون أفضل من سابقه. تامر المسحال، الجزيرة، ريف اللاذقية.